مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم من اليوم السابع. من يومين ثلاثه كده كانت الفتره اللي فاتت كلنا شفنا تسريب صوتي. التسريب الصوتي ده كان عباره عن واحد وواحده في محادثه صوتيه ما بينهم بيتكلموا في اتصال تليفوني، هي يعني بتزعم علاقتها ونفوذها والراجل بيزعم ان ليه علاقات ونفوذ، وبيتكلموا في اطار ان حد فيهم مسؤول في الدوله وان هيسهل للتاني حصوله على بعض المشروعات الكبيرة الضخمة اللي بتعملها الدولة، وان ده في اطار التربح واطار ان الناس بتتربح من وظائفها واطار الوساطة والمحسوبية وما الى غير ذلك. طبعا هذا التسجيل الصوتي اللي اتسرب على نطاق واسع خلال الفترة اللي فاتت اثار حالة كبيرة من الجدل واللغط. طبعا كما عهدنا وزارة الداخلية كان حضورها قوي وكان حضورها سريع وكان حضورها فعال من خلال جهاز الامن الوطني اللي كشف هذا الامر وملابسات هذا الامر سريعا، وكانت الضربة الامنية القوية بضبط كل افراد هؤلاء التشكيل اللي كانوا وراء هذا التسريب الصوتي، واتضح ان هناك مفاجآت من العيار الثقيل. ابرز هذه المفاجآت ان في اتحاد، الاتحاد ده قائم ما بين مجموعة من النصابين ومجموعة من الاخوان. اذا الاخوان والنصابين ايد واحدة، الاخوان والنصابين ايد واحدة في هذه المؤامرة وهذا الفيديو وهذا التسريب المزعوم اللي تم الترويج ليه على نطاق واسع خلال الفترة الماضية. طيب ماذا تكشف بعد الضبط هؤلاء الأشخاص أو القائمين على هذا الفيديو أو هذه المحادثات المسربة؟ تبين أن واحد منتحل صفة لواء وواحدة منتحلة صفة مستشارة في رئاسة الجمهورية. الشخص اللي منتحل صفة اللواء ده مسجل خطر وهربان من 22 قضية. تخيل سيادتك 22 قضية وراجل كبير في السن عنده 62 سنة وبيتكلم حتى بصعوبة. فهذا الشخص المسجل خطر اللي سبق اتهامه في قضايا تبديد ونصب وتنقيب عن الآثار ومقيم في محافظة القاهرة بينتحل صفة لواء. الست اللي انتحلت صفة مستشارة في رئاسة الجمهورية تبين انها ست مقيمة في اسكندرية وحاصلة على الحقوق. هم عملوا كده ليه؟ هم عصابة اعتادوا انهم يعملوا مكالمات صوتية فيما بينهم وانهم يروجوا لهذه المكالمات للنصب على المواطنين، وبيزعموا انهم ليهم علاقات مع مسؤولين في الدولة وانهم يقدروا يخصصوا مشروعات للمواطنين عشان يكسبوا فلوس. قدر واحد اسمه حنفي او حنفي المتهم الذي انتحل صفة لواء يتواصل مع واحد اسمه وائل واقنعه ان هو يعني على علاقة ونفوذ وانه يقدر يخصص له مشروعات. وائل ده كان على علاقة بالاخواني الهارب عبد الله الشريف الهارب خارج مصر، اللي اتصل بعبد الله الشريف وقال له انا عندي تسجيل صوتي في مع بعض الاشخاص بيحصل فيه كذا 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 كذا. عبد الله الشريف طلب من وائل انه يرسل له هذه الفيديوهات او الفيديوهات المفبركه اللي قلت لحضراتكم عليها مقابل اجر مادي كبير، وبالفعل تم ارسال لي هذه الفيديوهات اللي تم تداولها على اساس انها فيديوهات حقيقيه. طب الهدف من ده ايه؟ الهدف من هذا الامر هو اثاره الراي العام واثاره البلبله، والهدف هو ضرب البلاد بسلسله من الفوضى، الهدف هو التشكيك في انجازات الدوله، التشكيك في المشروعات القومية. زي ما حضراتكم عارفين كل ما بتظهر مشروعات قومية أو تطور أو أي حاجة بتحصل في البلد يقابلها يعني ظهور إخواني جديد، لكن هذا الظهور هذه المرة كان بتهمة أو كان بنكهة النصب. النصب الإخواني أو الأخوانة الممزوجة بالنصب، اتحاد زي ما قلت حضراتكم النصابين مع اتحاد الإخوان أسفر عن هذا الفيديو أو هذا التسجيل الصوتي المفبرك. ده بيحصل ليه دلوقتي؟ لان اختفت الحوادث الارهابيه من المشهد تماما، اصبح ما عندناش حوادث ارهابيه بفضل الضربات الاستباقيه اللي بتنتهجها وزاره الداخليه خلال الفتره الماضيه. لو تكلمنا بلغه الارقام في عام 2014 كان عدد الجرائم الارهابيه او الحوادث الارهابيه كان 451، تخيل 451 حادث ارهابي خلال 12 شهر. في 2017 هذه الحوادث تقلصت وعددها يعني اصبح بسيط، وصل الى حوالي 42 حادث. في 2000 في نهايه 2021 الحمد لله اختفت الحوادث الارهابيه تماما من المشهد.
طب الاخوان يعملوا ايه؟ يتجهوا الى النصب، يتجهوا الى الفبركه، يتجهوا الى السوشيال ميديا، يتجهوا الى الكتائب الاخوانيه لتكون بديل للحوادث الارهابيه، لكن هيهات لهم ان يحققوا ماربهم في وجود يقظه امنيه قويه اللي استطاعت خلال وقت زمن قليل جدا، بمجرد ما ظهر الفيديو وظهرت التسريبات الصوتيه كان هناك تحرك امني سريع وعاجل ليتم ضبط اطراف جميع هذه المنظومة علشان كده تتكشف الحقائق وعشان يكون في وعي للمواطنين بما يحدث. وإن شاء الله بإذن الله متابعين مع حضراتكم آخر تطورات هذه القضية لحظة بلحظة، وإلى اللقاء.